هاي بنات، بالفترة الأخيرة كتار من السبايا عم يلجأوا لعملية التجميل تحت يكبروا شفافهم. في منهم شفافهم عم يصيروا مش حلوين، أوقات بيلوقوا، أوقات عم يكون ميلة أكبر من ميلة. فأنا بنصحكم دايماً أنه تتبعوا الخلطة الطبيعية لتكبير الشفاف، أو حيلا إشياء ميديكال يعني يكونوا ما بيأثروا وما عندهم آثار جانبية. اليوم رح فرجيكم برودوي كتير حلو كتير سريع بكبر الشفاف وبخليهم يصيروا حمر. إذا حابين تعرفوا شو هو احضروا هيدا الفيديو. البرودوي هو سينمون أويل، يعني زيت القرفة. أنا نقيت هيدا البرودوي، هو اسمه زيت القرفة من هيماني. هلأ أنتو فيكن يا تحطوا منه ديركت على شفافكن، يا أما تخلطوا مع شوية فازلين وتحطوا بالليل مثل ما بتكون، يعني فيكن تعملوا حيلا طريقة. أنا اليوم رح استعمله دغري ديركت، يعني رح حط بالطبقة شوي من الزيت ورح حطه ديركت على الشفاف. ريحته كتير قوية. من بعد ما تحطوه انطروا شوي حتى يعطي مفعول. هلا انا وقاعدة ناطرة حاسة كتير بحريق، رح تحسوا انتم مثل في شي عم ينكوزكم بطريقة كتير قوية، كتير قوي. هلا اذا بدكم تستفيدوا من الزيت وتقدروا بحيلا وقت بنهار انكم تحطوا منه، بتحطوا بشوية فازلين، هيك بتخلطوا ملعقة من الفازلين مع كم نقطة منه، وبتصيروا بنهار لما تحسوا شفافكم منن مرطبين وبدكم ترطبون بتحطوا شوية من الفازلين. هلا انا وناطرة لاحظتوا انه شفافي شوي بلشوا يحمروا، ومثل بيكبروا شوي صغير بينفخوا، فانا بنصحكم انكم تستعملوا هيدا الزيت بدل عمليات التجميل. هيدي كانت الطريقة الطبيعية لتكبير الشفاف. إذا عندكم أي سؤال حول هيدا الموضوع تركوا لي بخانة التعليقات. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتتواصلوا معي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وسناب شات. بشوفكم بفيديو جديد. باي.